وتبوأتم من الجنة منزلا. أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله، وأذكر نفسي وإياكم أني ما جئت لأعلمكم ما تجهلون، ولكن جئت لأذكر نفسي وإياكم بما نعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، نحمده أنه يسر لنا هذه الجلسة حتى نتحدث عنه جل في علاه. وما أشرفه من حديث، الحديث على سيدي ربي لا يمل. وكيف يمل وهو حديث علي الرزاق ذو القوة المتين، اللي هو ربنا ونحن عبيده، هو خالقنا مدبر شؤوننا، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى نحمده أنه ربنا، خلق فسوى وقدر فهدى ورفع وخفض ومنع وبسط، بيده كل شيء. الله عز وجل لم يخلقنا لأنه محتاج لنا أبدا، فهو تعالى الغني عن خلقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن سيدي ربي هو غني عنا وعن جميع مخلوقاته، ماشي غير عننا حنايا. إذن جميل أن نتحدث عنه وأن نعرفه بأسمائه كما قلنا حتى نحبه، ونعرف أن الكون كله لم يخلق عبثا. فوالله ما خلقنا الله سبحانه وتعالى لنلعب، ولا خلقنا لننهو، ولا خلقنا لأنه محتاج لنا ولا عطل علينا. ربك يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكيقول في أي أخرى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن الله سبحانه وتعالى العظيم أهل أن نتعرف عليه حتى نعيش حياة طمئنان وراحة. واليوم إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك، سوف ندخل عوتني مستشفى الأسماء الحسنى، لنتعافى على يد الطبيب الله جل جلاله من أمراضنا. سوف نبحر بإذن المولى عز وجل في مع اسم جديد سماه العلماء، هذا الاسم سماه العلماء اسم الطمأنينة، سبحان الله العظيم، اسم الراحة. هذا الاسم كيطرد القلق من حياتنا. يمكن يكون هذا الاسم من الأسماء اللي كنجهلوا المغزى ديالها والمعاني ديالها، ولكن ملي غندخلوا لهذا المستشفى كما قلنا في الحصه اللي فاتت، اننا كل اسبوع كندخلوا هذا المستشفى باش كنديروا سكانير وكنديروا، ملي غندخلوا المستشفى ديال اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وهذا الاسم بالضبط وغنتعرفوا عليه، غنقولوا واه في كنا احنا من هذا الكنز، علاش كنا غافلين على هذا الاسم، علاش ما عمرنا ما وقفنا في هذه المحطه وخلينا هذا الكم الهائل من السكينه والطمانينه. وحنا دابا في هذا الوقت محتاجين للسكينة والطمأنينة، نفتقدها في حياتنا اليومية خاصنا واقفين عليها. شوفوا تأملوا معي أخواتي الكريمات ولا إخواني الكرماء، أننا يوم الجمعة كنقرأوا سورة الكهف، كنقرأوها الحمد لله كل جمعة، وكنشوفوا موسى عليه السلام اللي هو نبي عظيم وكليم الله عز وجل، استنكر أمورا من الخضر. ما فهمش علاش استنكرها، لان كانت في ظاهرها وبالمقاييس الماديه كانت شرا محضا. كيفاش غتخرم هذه السفينه والناس ديالها كياكلوا نطرف الخبز؟ كيفاش غتقتل هذا الغلام؟ دخل على يجوا الناس عند والدي يقول لهم نوضوا خرجوا شوفوا راه ولدكم مقتول مليوح في الزنقه، هو نفسا زكيه باقيها صغير. كيفاش يمكن تبني واحد السور مهدم في واحد القريه اللي اصحابها كلهم لئام، طلبتوا منهم غير شرب هذا الماء ولا غير طرف الخبز ما بغاوش يعطيوه لكم؟
إذا هنا بالنسبة لنا بالمقاييس المادية ديالنا وبالنسبة للظاهر اللي كيشوف موسى عليه السلام، ومع أنه كليم الله بل بأن هذه المسائل كلها شر كلها خيبة، لكن وراء هذه المسائل كانت إرادة إلهية عظيمة بينها بعد ذلك الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. احنا ربما نستنكر، بعض المرات كنشوفوا شي واحد مريض ولا شي واحد معاق حياته كامله هو معاق، ولا شي واحد ما عندوش فلوس حياته كامله هو مكرفس وكيبقى هكاك عايش هكاك حتى كيموت هكاك، كنبقاو نقولوا وعلاش وفين هي السكينه والطمانينه في هذا الشيء؟ سؤالنا كيعبر على قصر التفكير ديالنا، قصر تفكيرنا في هذه الحياه الدنيا، وننسى ما اعده الله سبحانه وتعالى لاهل البلاء في الاخره. فربما هاد الناس اللي كنشوفوهم حنا انهم مبتلون، لو علمنا ما اعد الله سبحانه وتعالى لهم في الاخره ربما لتمنينا اننا نكون بحالهم ونعيشوا بحالهم. واش الا عرفنا مثلا بحال دابا شي اسره زاد عندها ان انفون تريزوميك ومسكين مساكن مقاتلين معاه وكيحشموا كاع بعض المرات انهم يديوه معاهم شي بلايص ولا تقول لك ما تياكلش بروبرومون، ولا بالعكس هذوك الناس راه معاهم رجل من اهل الجنه، هذاك مرفوع عليه القلم، هذاك غادي الجنه، هذوك راه عندهم البركه في ذاك الدار لانه رجل من اهل الجنه. دي موما هو لا يحاسب، العقل هو مناط التكليف. اذا كيفاش يبان لنا بان احنا بالنسبه لنا ملي كنشوفوا هذاك ملي كنشوفوا كنشوفوا غير الظاهر، لو علمنا ان المدبر للامور هو متقن لها، هو موجد لها على غايه الاحكام والاتقان والكمال، واضع للأشياء في مواضعها. إلى عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى كي خبير بحقائق الأمور ومآلاتها، وتيقن من هذا المعنى وتيقن بأن كل ما يجري في هذا الكون هو لحكمة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى، فعلم هذه الحكمة من علمها وجهلها من جهلها. يكون عرفوا هذا الشيء غادي تكون هذه المعرفة عندها واحد الأثر بالغ في حياتنا، وبالتالي غيكون عندها اثر فريمون فريمون بوزيتيف في التصرفات ديالنا وفي نظرتنا للكون ونظرتنا للحياه. شنو كيفاش غادي تتبدل؟ غادي نعيشوا مطمئنين بعد على الاقل، غادي نكونوا قريري العين، غنكونوا تو سامبلومون اننا كنفوضوا امرنا كله لله سبحانه وتعالى. حنا دابا راه كنقولوا راه كنفوضوا امرنا لله، ولكن عندنا شي شويه ديال الغبش. فاذا علمنا حقيقه هذا الامر وحقيقه هذا الاسم غنكونوا متيقنين بان كل شيء من عند الله، وسنسعى في تحسين أعمالنا، لأن الله سبحانه وتعالى هذا هو الأوبجيكتيف، قالنا لنبلوكم أيكم أحسن عملا. غنكون متأكدين أن كل ما يجري في هذا الكون هو من تقدير الحكيم العليم اللطيف الخبير الذي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا شك أنكم فهمتوا كيف ما قال سي هشام الله يجزيه بخير أن اسم الله تعالى هو الحكيم. حكيم في ماذا؟ الله عز وجل حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في خلقه، حكيم في أوامره، حكيم في نواهيه، يعرف كل شيء ويحيط بكل شيء، سبحان ربي وتعالى عما يصفون. إذن عادي ندخلوا إن شاء الله كما العادة والمنهجية عندنا أننا كنشوف أدلة تسمية الله سبحانه وتعالى بنفسه بالحكيم في القرآن وفي السنة. في القرآن ورد على بزاف ديال الاوزان، ورد اسمه الحكم في ايه واحده في قول الله سبحانه وتعالى في الانعام افغير الله ابتغي حكما، ثم ورد على صيغه الحاكم بصيغه الجمع في خمسه الايات سوره الاعراف فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، سوره هود قل ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، ثم في سوره التين هذه منها أنا أذكر منها ما نجيبهمش كاملين، أليس الله بأحكم الحكيم. ثم اسم بصيغة الحكيم على وزن فعيل ورد 94 نوبة في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والله عزيز حكيم، سورة النساء وهو الحكيم الخبير، سورة النساء عليم حكيم، سورة الأنعام وهو الحكيم الخبير، سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، سورة الشورى
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذا كنشوفوا كل مرة كيجيك اسم حكيم مقرونا باسم آخر. في سورة كذلك النساء، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أما بالنسبة للسنة، فقبل ما نشوفوا شنو الأحاديث اللي جا فيها، خصنا نعرفوا شنو هي. ابن القيم رحمه الله عليه يقول لنا الحكيم من أسماء الله، والحكمة من صفات الله، والشريعة ديالنا اللي خصنا نمشيو عليها هي صادرة، هي اللي جات من عند الله. علاش مبنية؟ مبناها على الحكمة، مبنية على الحكمة. والرسول المبعوث الذي بعث بهذه الشريعة بعث بالكتاب والحكمة. فالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كانوا قبل كيسميو السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الآن كاين لقاوها في شي كتب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة، وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به. هذه الشريعة عبارة على أن كوتي تيوريك وأن كوتي براتيك. لو كوتي تيوريك سي القرآن، ولو كوتي براتيك سي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سي النبي صلى الله عليه وسلم حياته، أقواله، أفعاله، تقاريره، سكتاته، حركاته، سكناته، هذه حكمة. الله سبحانه وتعالى جعل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به. إذن كل شيء هذا شيء يسمى حكمة. ويقال في الأثر، الأثر هي واحد حاجة قالوها الصحابة، ماشي حديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. في الأثر يقال الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. الحكمة ضالة المؤمن، يعني أن البلايص اللي فيها الحكمة ناخدها، سواء جات من عند كافر ولا من عند واحد زنديق ولا من عند، مهم هي حكمة. ممكن الله سبحانه وتعالى يجري الحكمة على لسان الكفار وعلى لسان المشركين. رأى أحسن واحد عرف لنا القرآن كان هو الوليد بن المغيرة، وكان كافرا ومات كافرا، وأنزل الله سبحانه وتعالى قال سنصليه سقر، عنده جهنم سقر. إذا من جاو قالوا له كيفاش توصف شنو هذا القرآن؟ هو سمع القرآن، سمعوا وقال له شتي هذا ماشي سحور، أنا كنعرف السحور، وهذا ماشي شعر، أنا كنعرف، أنا أعلمكم بالشعر. قال له شنو هذا؟ شوف الحكمة اللي غادي تخرج منه. قال لهم إنه كلام عليه حلاوة، له حلاوة وعليه طلاوة، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. أسفله مغدق بمعنى أنه عنده بزاف فروع، وديك الحاجة اللي كان عندها الفروع بزاف أوتوماتيكمون كيكون عندها الثمار بزاف. إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. واش تكلم دي الحكمة ولا ماشي الحكمة؟ حكمة. وبقي إلى الساعة هذا التعريف يتناقله العلماء، وهو تعريف رجل كفر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن من بعد ما عرف بأن القرآن شي حاجة واعرة وما آمنش، ولكني هذا الكلام، هذا التعريف الذي أعطاه ننقله. كذلك يقال في الحديث من الشعر حكمة، فكما لا يخرج مقدور عن علم الله سبحانه وتعالى وعن قدرته وعن مشيئته، كذلك لا يخرج شيء عن حكمته. فالله سبحانه وتعالى هو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله منش من الحكمة. في صحيح البخاري جاء حديث ديال ابن عباس رضوان الله عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم، ثم استشهد بالآية اللي في سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو الحديث الوحيد الذي ورد فيه اسم الحكيم في السنة النبوية. إذا ما معنى اسم الله الحكيم لغة؟ الحكيم في اللغة صيغة مبالغة على وزن فاعل، وفعل الفعل ديالها هو حكم، يحكم حكما وحكومة. الحكيم كيجي فيها بزاف المعاني، منها الإحاطة والمنع. مي كنقولوا حكم الحاجة، حكم الشيء بمعنى منعه، سيطر عليه، أحاط به. بحال مي كنقولوا حكمة اللجام، هي ديك الحديدة اللي كتمنع الدابة أنها تزيد ولا تخرج. كذلك
يأتي الحكيم على معنى المدقق في الأمور، المتقن لها، هذا لغة. الحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويحسن دقائق الصناعات ويتقنها، سي ان بيرفيكسيونيست، تقدر تكون بهذا اللسانس كذلك. يقال للرجل إذا كان حكيما قد أحكمته التجارب، يعني التجارب هي اللي رجعته، هي اللي روداته. إذا الحكيم يجوز أن يكون بمعنى حاكم مثل قدير، بمعنى قادر وعليم، وبمعنى عالم. ومن كنقول استحكم الرجل بمعنى أنه تناهى عما يضره في دينه ودنياه، يعني راه الحاجة اللي كتضره في الدين ديالو في الدنيا ديالو بعد عليها. إذا استحكم الرجل. ما معنى الحكيم في حق الله عز وجل؟ عندها دو سونس. المعنى الأول أن الحكيم هي من الحكم، الحكم أي أن سيدي ربي له سبحانه الحكم كله في الدنيا وفي الآخرة. الحكم هنا في كاين فيه ثلاثة أنواع ديال الأحكام، كاين أحكام كونية قدرية، وكاين أحكام دينية شرعية، وكاين أحكام جزائية. الأحكام الكونية القدرية شنية هي؟ مثلا هو ما يقدر الله سبحانه وتعالى أنه سيحصل، غادي توقع هذه الحاجة، وأن ذاك الوقوع ديالو يعني يقع فعلا، ملي كيقدر الله سبحانه وتعالى شي قدر ويقع فعلا. فمثلا حكم كونا بوقوع شيء فلا بد أن يقع، ولا يستلزم من وقعه أن نحبه. الله سبحانه وتعالى خلق الموت ومصيبة، وراه قال إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذن هذا من الأحكام الكونية القدرية، لا يستلزم أن نحبها. نقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه كلها مسائل قدرية الله سبحانه وتعالى قدر أنها ستقع، ولكن لا يستلزم ذلك أن نحبها. فقد يحكم سيد ربي كونا بوقوع ما لا يرضاه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الأحكام الكونية القدرية. أما الأحكام الدينية الشرعية هي كل ما يضم مسألة الحلال والحرام، هو الحوايج اللي كيطلب من سيد ربي أننا نطبقوه ونعملوا به من الأحكام الشرعية، وهذا لا يستلزم الوقوع، ماشي بالضرورة يوقع، حيث إذ قد يقع وقد لا يقع. شنو علاش الله عز وجل يقول لنا هذه حلال ديروها وهذه حرام ما ديروهاش؟ حنا بعض المرات كنديروا الحرام. اذا هو هذا لا يستلزم الوقوع، والله سبحانه وتعالى ورانا الحلال ورانا الحرام ورانا المباح ورانا المندوب ورانا المكروه. اذا قد يقع وقد لا يقع. فالله سبحانه وتعالى مثلا امر ابا جهل بالايمان ولم يؤمن، وأمر الناس دابا مثلا بالتخلي عن شي حوايج اللي هي من المحرمات ولم يتخلوا عنها. هذه الأحكام الدينية الشرعية اللي فيها الحلال والحرام، افعل ولا تفعل. أما الأحكام الجزائية اللي هي جزائية اللي هي مفادها التواب أو العقاب، فهذه كتمشي حسب مواقف الأقوام من الدين، شكون اللي أقبل على الدين ومن الذي أدبر عن الدين، فكتكون الأقدار ديالهم في حياتهم إما توفيقا وإما خذلانا، والمصير ديالهم في الآخرة كيكون إما نعيما وإما عذابا. إذن يلوعينا بالمفهوم ديال هاد الأنواع بثلاثة، الأحكام الكونية القدرية والأحكام الدينية الشرعية والأحكام الجزائية، هذه أحكام تفرض بها سيدي ربي، فيلوعينا بها غادي يسهل علينا بزاف بزاف أن نفهمه أغلب القضايا ولا كثير من القضايا اللي كاينه في القرآن اللي كتعلق بالمصير ديالنا، بمصير بني إنسان. إذا فهمنا، إذا خدينا رأسنا ودخلناه في هذا الكادر بأن الله سبحانه وتعالى ما معنى أنه حكيم، أنه يحكم، ويحكم أن الحكم ديالو يتناول كذا الأنواع، كاين أحكام قدرية كينزلها ولا الدغسة توقع وماشي بالضرورة نبغيوها وماشي بالضرورة يبغيها الله سبحانه وتعالى، وكاين أحكام دينية شرعية من حلال وحرام كتنزل كتوقع، كيقول لنا الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام ولكن ماشي بالضروره نديروها، يعني ماشي بالضروره نديرها، تقدر توقع وتقدر ما توقعش، ماشي كلنا كننصاغ الى امر الله وماشي كلنا ننتهي عند نواهي الله سبحانه وتعالى. ثم كاين الاحكام الجزائيه بالثواب والعقوبه، هذيك احكام جزائيه بالثواب والعقوبه، كاين اللي كيبان الجزاء ديالها في الدنيا وكاين اللي ما كيبان الجزاء ديالها حتى في الاخره، وكاين اللي كتبان عقوبتها في الدنيا وكاين اللي ما الا فهمنا هذا الشيء غادي تسهل علينا المسائل اللي كاينه في القران، وغادي يسهل علينا نفهموا المصير ديالنا سواء افرادا او جماعات او مجتمعات. علاش؟ لان كيولي يبان لنا بان الحكم الشرعي التكليفي
في القرآن هو أنه يحل لنا حاجة أو يحرم علينا حاجة، وكيكون في الغالب لاصق معاه حكم قدري كوني مبني على الامتثال أو الإعراض. ثم كيجي في هذاك السياق أن من امتثل فله الثواب ومن اعترض فله العقاب، إذن هذا هو الحكم الجزائي. هكذا مبني القرآن اللي شفناه من فوق، هكا مبني. فالله سبحانه وتعالى له الحكم، له الحكم في هادشي كامل، لا شريك له في حكمه، بحال أنه لا ينبغي أن يكون له شريك في عبادته. سيدي ربي كيقول على نفسه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. سيدي ربي ما مشارك معه حتى شي واحد في الحكم ديالو. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الحكيم من الإحكام. الإحكام هي ذاك اللي عنده الحكمة البالغة في خلقه وأمره وشرعه، هو لا يخلق ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة وحكمة. فهمناها وعرفناها بها ونعمت، ما عرفناهاش ماشي بالضرورة خصنا نفهموها. علمها من علمها وجهلها من جهلها. كيقول واحد العالم الحليمي رحمة الله عليك، والحكيم هو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك. علاش؟ لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. سيد قطب في الظلال رحمة الله عليك يقول إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا ووراء المحبوب شرا، فالعليم بالغايات البعيدة مطلع على العواقب المستورة هو الذي يعلم وحده، حيث لا يعلم الناس شيئا. إذن يمكن يكون شي واحد عنده قدرة من بني الإنسان، عنده قدرة، عنده واحد المنصب، عنده أن بوفوار، وعنده علم دقيق، ولكن ما كانش عنده الحكمة هادشي كله قد يفسد أكثر مما يصلح. ولا يكون الكمال البشري إلا بالحكمة، فكيف بالحكمة الحاكم؟ كيفاش دايره هذه الحكمة ديال الله سبحانه وتعالى اللي هو الحاكم؟ ابن القيم كيقول لك العلم والقدرة اللي ما فيهمش حكمة لا يحصل بهما الكمال ولا الصلاح، إنما يحصل الكمال والصلاح بالحكمة. خاص يكون العلم وتكون القدرة وتكون معهم الحكمة. والله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم متضمن هذا الاسم في الداخل دياله، يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية. هو حكيم في كل ما خلق وفي كل ما أمر به. وكنجيو كنلقاو دائما لا بليبار دو طون كنلقاو العزيز كتسبق الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. علاش؟ لأن العزة هي كمال القدرة، والحكمة هي كمال العلم سبحانه. والله عز وجل موصوف بكل صفة ديال الكمال. رحنا فاش درنا القادر والقدير والمقتدر عرفنا بأن هي أقرب ما يشاهده الخلق. الخلق كيشوفوا القدرة ديال الله سبحانه، حنا كنشوفوا القدرة ديال سيدي ربي، ما يمكنش كنا ما كنشوفوهاش. راه ملي كتضرب الرعدة ولا غير ملي كنشوفوا حنا كيفاش الله سبحانه وتعالى ينجينا من شي حوايج، كنشوفوا كيفاش كيخلقنا وكيفاش كنكونوا ضعفاء وكيفاش. هذه القدرة ديال الله سبحانه وتعالى نراها نشاهدها يوميا. هي القدرة هي ما فعله الله وأظهره لنا من آياته. أما الحكمة فما كيشوفوهاش الناس كاملين. الحكمة هي متعلقة بأولي الألباب، بالناس اللي كيعرفوا يديروا عبادة النظر وعبادة التفكر في الغالب. وكتجي داكشي علاش كتجي كيكون كيقول العزيز الحكيم. العزيز كمال القدرة، شوفوها. الحكيم لا يراها إلا أولو الألباب. إذن الحكيم إذا أمر بأمر كان المأمور به حسنا في نفسه، شي من كيعطينا شي أمر كيكون ذاك الأمر حسن لنفسه، وإذا نهى عن شيء كان المنهي عنه قبيحا في نفسه، وإذا خبر أخبر بخبر كان صدقا، وإذا فعل فعلا كان صوابا. شنو معناتها أنه إذا أمر بأمر كان الأمر حسنا في نفسه؟ حتى ما تيقول لنا صوموا، هذاك الصيام راه في حد ذاته هو جنة، هو تقرب من الله سبحانه وتعالى، هو بزاف ديال الخير. يكفي من الصيام أنه لله عز وجل فهو الذي يجازي عليه. يكفي أن الصيام اللي كنكونوا دايزين في قنطرة سالينا الصراط وتطايرت الصحف وتزنا وما بقى لنا بيننا وبين الجنة إلا القنطرة، ودايزين من القنطرة وكيبداو الناس كياخذوا لنا من الحسنات، كيبداو الناس ياخذوا لنا الحسنات اللي سبيناه اللي عيرناه اللي اغتبناه اللي ظلمناه.
ولكن يمكن ياخذوا لينا كاع الاعمال، الصلاه الصدقه ما كيقدروش ياخذوا لنا الصيام. اذا الصيام سبحان الله امر به الله عز وجل وهو حسن في نفسه، واذا نهى عن شيء كان المنهي قبيحا في نفسه. الله عز وجل عندما نهى عن الخمر لماذا؟ لانها تذهب العقل، ولان مناط التكليف هو العقل. اذا ما غاديش يقول لي هذه ما كتسكرش بزاف، هذه ما كتسكرش بزاف، هذه راه غير شي حاجه ماشي مشكله. هو ليست العله في شويه ولا في بزاف، العله في انها تسكر، ما اسكر قليل فكثير حرام. اذا نهى عن شيء كان المنهي عنه قبيحا في نفسه، واذا اخبر بخبر كان صدقا، واذا فعل فعلا كان صوابا، واذا اراد شيئا كان اولى بالاراده من غيره. هذا هو وصف الكمال. هذا الوصف هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، لله الواحد القاهر. دابا شفنا ما معنى الحكيم لغة، وشفنا المعنيين اللي كيدخل فيهم اسم الله الحكيم في حقه اصطلاحا، نجيو نشوفوا بعض نماذج حكمة الله، غير بعض نماذج، وإلا فنماذج حكمة الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة، نذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أولا من نماذج حكمته، حكمته في فساد الحكام أو صلاحهم. اسمعوا معي هذا الكلام ديال ابن القيم رحمة الله عليه، يقول تأمل حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. إذا كان القوم مستقيمين يستقيم ملوكهم، وإن عدلوا عدلت ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، إن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من حق، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم ملوكهم ما لا يستحقونه، وهكذا وهكذا. سبحان الله، حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يولى علينا إلا من هو في شاكلتنا كما تكون يولى عليكم. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا مني كيكون شي واحد كيحس مثلا في لاسوسيتي بأن المدير كيطهدو، نقدر يكون المدير خايب، ولكن واش انت زوين بزاف والمدير خايب معك بزاف؟ واش مثلا غتمشي للمقاطعة غتلقى واحد الإنسان غادي يطهدك وحيد انت زوين بزاف هو خايب؟ لا، خصنا نرجعو نصحو حنا نفوسنا، لأن سبحان الله ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا كانوا على قدرهم. هذه حكمة الأولى، هذه من مظاهر حكمة الله. المظهر الثاني من مظاهر حكمة الله، حكمة الله في الحفظ والنسيان. كيفاش كنحفظوا شي حوايج؟ كيفاش كيبقاو عندنا أنكري دون نو ميموار؟ كومون أون نوبلي دي شوز؟ مثلا الله سبحانه وتعالى خصنا بواحد القوة حافظة. مثلا كنحفظوا كنعرف نعقلوا على الاسماء ديال وليداتنا، كنعقلوا على الطريق اللي غادينا ليورنا، كنعقلوا على كيفاش نبريباريو شي حوايج، كنعقلوا على بزاف ديال الحوايج. الله سبحانه وتعالى عطانا هاد القوه الحافظه حكمه منه. اذا كانت ما عندناش هاد القوه الحافظه، لولا هاد القوه اللي خصنا بها الله سبحانه وتعالى يدخل لنا الخلل في امور حياتنا، ما غنبقاوش نعرفوا ما لنا وما علينا، ما غنبقاوش نعرفوا شنو خصنا ناخذوا شنو خصنا نعطيو، ما غنبقاوش نعرفوا شنو كنسمعوا شنو كنشوفوا، ولا شنو خصنا نقولوا شنو ما خصش يتقال، ولا شنو هو هاد الهضره زوينه وهاد الهضره خايبه. ما غاديش نعرفوا من اساء من نسيء اليه ومن نعامله معامله حسنه، ولا من ما غاديش نعرفوا فين هو النفع، ما غنبقاوش نعرفوا اين هو الضر فنجتنبوه، ما غنعرفوش بحال داك الذي لا يهتدي الى الطريق. مثلا داك اللي مثلا غادي في واحد الطريق اول مره، ولو يكون سلكه مرارا وتكرارا، الا ما كانتش عنده هاد الحكمه من حفظ انه الله سبحانه عطانا هاد لا ميموار، ما غنعرفوش. تخيلوا اننا ما عندناش هاد الحافظه هذه، كاع داكشي اللي قرينا ما يمكن ما يبقاش لاصقينا في مخنا، ما غنتنفعوش بالتجارب، ما غيقدر حتى شي واحد فينا تكون عنده عبره على ما مضى. اذا شنو غنوليو؟ سننسلخ من الانسانيه اصلا. اذا شوفوا هاد العظيم المنفعه اللي عطانا سيدي ربي، أنه جعل لنا هذا الحفظ، حكمة الله سبحانه وتعالى من الحفظ. ثم المقابل دياله هو النسيان، لو كونتخيغ دياله هو النسيان.
أعطانا سيدي ربي من أعجب النعم النسيان، وكان ما كانش النسيان كان كلنا غنبقاو عايشين في الحزن، كلنا غنبقاو عايشين في الحسرات، حتى واحد فينا ما غتجيه شي مصيبة وغادي ينوض منها، حتى شي واحد ما غيموت ليه شي حد وغادي يقول صافي، حتى شي واحد ما غادي يبقى عندنا حقد، دائما حاقدين على شي واحد، ما عمرنا ما غنسامحوا، ما عمرنا ما غنتمتعوا بالدنيا بمتاع الدنيا الا بقينا كنذكروا الآفات، الا ما كننساوش بأن راه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إذا كيفاش غنعيشوا لو لم تكن هذه النعمة ديال النسيان؟ إذا نعمة الحفظ ونعمة النسيان مع أنهم مختلفين ومتضادين، إلا أنهم تجري عليهم حكمة الله سبحانه وتعالى، جعل الله كل واحد منهما ضربا من ضروب المصلحة، المصلحة ديالنا. من أنواع حكمة الله سبحانه وتعالى حكمة الله في صرف الهداية عن أقوام. كاين شي أقوام ما كيوصلهمش سيدي ربي الهداية، ما كيوفقهمش بتاتا أنهم يتهداو. علاش؟ شكون هما هاد الناس؟ هادوك الناس الذين يصرفون قلوب الناس عن الله، الذين يصدون عن وجه الله. كيقول لك الحكمة أن الله عز وجل كيصرف عليهم الهدى وما كيخليهمش يأمنوا، وكيطبع على قلوبهم لأنهم يصرفون الناس عن الله، فهو يصدهم عنه كما أنهم صدوا عباده عنه، صدا بصد ومنعا بمنع. هذه من حكم الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من حكمة الله في إقامة الحدود. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد يقام في الأرض خير من مطر 40 صباحا. احنا كتبان لنا بعض المرات بأن إقامة الحدود هي قسوة، بحال دابا مثلا أجي نشوف واحد السرقة، حد السرقة هو قطع اليد مثلا، كتشوفوا بأن عندنا واحد المقالة ديال محمد عبد الله الدراز رحمة الله عليه كيعود لنا كيف كيعود لنا الفرق، هذا الشيء في 1936 كيعود لنا الفرق بين بلده اللي هو مصر وبين السعودية اللي كانت ديك الساعات مازال ماشي هي دابا. إذا كيعاودنا كيقولنا حنا كانت عندنا في القضاء أن البلاد كتعاقب على السرقة إما بالغرامة أو بالتعويض أو بالحبس، ولكن قالك مني مشيت تماكن وشفت أن الحد ديال السرقة هو قطع اليد كان معمولا به، قال فلقينا حنا باقي عندنا في بلادنا رجال لا يرجى صلاحهم، كيدخلوا للحبس وكيعرفوا بانه سارق وكيعرفوا بانه غادي يؤدي الغرامه ولا غادي يتحبس كاع مثلا، وغيجلس واحد 3 سنين و 4 سنين ومن بعد كيخرج وكيتمتع بداكشي اللي سرق. وهذوك الناس الاخرين قال لك في هذاك البلد ملي مشى ليه في 1936 قال لك بان السرقه اختفت من المدن، ولم الغريب انها لم تختفي غير من المدن، لا اختفت قال لك حتى في الجبل حتى في الصحراء، وهذاك قال لك هذاك الجبل وهذاك الصحراء ما كاين فيه لا بوليس لا والو، قال لك وربما ذاك الوقت فاش كان كيمشي هو قال لك ربما تبان لك واحد الحقيبه مليوحه في الطريق ولا يجرؤ احد على انه يقلب حتى اشنو كاين فيها. اذا لماذا؟ لان الناس كانوا مزجورين، كانوا كيخافوا من هذاك قطع اليد، لان كانت ديك الساعات يقام ذلك الحد، ومع ان الناس كانوا تما فقراء، كان منهم اللي فقير وماشي غير فقير، كيسكن الجبل وكيسكن الصحراء، وكاين منهم اللي كيشوف كيفاش الحجيج كيجيو وكيفاش لاباس عليهم هذوك الحجيج. اذا وما كايناش مثلا الشرطه اللي كانت ديك الوقت 1936 الشرطه كامله يعني كافيه انها تردع هادو تردع، ومع ذلك مع اقامه هذاك الحد كان الناس كيخافوا من قطع اليد. إذا القانون نورمالمون في الدين في الشريعة يجب أن يسري على الصغير والكبير، على الفقير والأمير، وداك الشيء علاش صاح النبي صلى الله عليه وسلم واحد النهار قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فإما أن نحمي الظالم ونعاقب المظلوم، كيف؟ أننا لا نقيم الحد على الظالم. إذا هنا مني كيولي عندنا أن داك الظالم ولا داك السارق كيعرف راسو بأنه ما هي حكمة الله في قطع اليد؟ حكمة الله في قطع اليد أن تردع هذيك القيمة هذيك الحاجة السيئة، أن هذاك الذنب غادي يشوفوا الناس هذاك مقطوع عليه اليد، وكاين اللي تعجبوا اليد قطعت في ربع دينار، يد سرقت
قطعت في ربع دينار، ويد قطعت مثلا في اكسيدو، تقطعت في اكسيدو، الدية ديالها 500 دينار. اذا نشوفوا سبحان الله العظيم هذا الشرع كيفاش داير. واحد ابو العلاء المعري ما دخلتلوش هذه المساله لراسو، لانه حتى هو كيشوف المسائل بظاهرها وكيشوف المسائل لوجيك. فقال واحد البيت شعري، قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. هاد اللي غنفديوها ب 500 عسجد، يعني 500 دينار، كيفاش تقطع في ربع دينار؟ فاجابه القاضي عبد الوهاب، قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هاد اليد اللي تقطعت أكسيدنتالمون كانت عزيزة، فأعزها الله في ديتها، وهذه التي سرقت كانت خسيسة، فأرخصها الله سبحانه وتعالى في حدها. إذن عقوبة الذنوب نوعان، كاين العقوبة الشرعية بالحدود، وكاين عقوبة قدرية بالمصائب. إذا أقيمت الحدود الشرعية يرفع الله العقوبة القدرية ويخففها، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت هذه العقوبة القدرية. وربما العقوبة القدرية ما كتنزلش غير على السارق، راه كتنزل على المجتمع، حيت هذيك العقوبة القدرية أشد من الشرعية وأشمل وأعم، لأن الحدود الشرعية يعني خاصة، أما الحدود القدرية هي عامة وتنزل بالخاصة وبالعام. إذن هذه من صور حكمة الله سبحانه وتعالى في إقامة الحدود. السورة الخامسة، حكمة الله في بسط الرزق وقبضه. علاش الله سبحانه وتعالى تيوسع على شي وحدين وشي وحدين تيكونوا فقراء يقبض عليهم؟ هذا يبسط الرزق له فيوسع عليه في الطعام وفي الشراب وفي الكساء وفي المسكن، وهذا يضيق عليه. لماذا؟ الجواب، حتى التوسعة هي امتحان للعبد. هذاك اللي كيوسع عليه الله سبحانه وتعالى، ولا نبلونكم بالخير والشر فتنة، هذاك اللي كيوسع عليه سيدي ربي كيبغي يشوف واش غادي يشكر او غادي يكفر، واش وهذاك اللي كيضيق عليه واش غيصبر او غيسخط. اذا الغني هذاك اللي تيبان لنا بانه راه عطاه سيدي ربي كلشي، هذا لا يدل على رضا الله. الغنى لا يدل على رضا الله على العبد ولا على سخطه، وكذلك الفقر لا يدل لا على سخط الله ولا على رضاه. إذن حكمة الله سبحانه في بسط الرزق وقبضه أنه كيمتحن هذاك الذي بسط له الرزق وهل سيشكر، وكيمتحن هذاك الذي قبض رزقه هل سيصبر. هذه حكمته. من أوجه حكمته السادس، هو حكمة الله في خلق المشركين والمعاندين. نقول وعلاش هلش الله سبحانه ما خلقناش كنا زوينين؟ من حكمة الله عز وجل أنه يريد أن يظهر لنا حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده. فماذا اقتضى ذلك؟ اقتضى ذلك أن يخلق من يشرك به، أن يخلق من يضاده في حكمه، وأن يجتهد في مخالفته، وأن يسعى في سخطه. ومع ذلك سيدي ربي شنو كيدير ليه؟ كيعطيه أنواع الطيبات، يرزقه ويعافيه ويعامله من بره وإحسانه بضد ما هو ذلك المخلوق يعامل به ربه من كفرين وشركين بحال كما يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له أندانا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. الله عز وجل خلقهم باش يورينا أن الله سبحانه وتعالى عدل، وأنه حكم وخير الحاكمين، وأنه حكيم. فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتتنا هذه الحكم وهذه المصالح، لفاتتنا بأضعافها. فتبارك الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أحكم الحاكمين، ذو الحكمة البالغة والنعم السابقة. من صور كذلك حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمته في تأخير إجابة الدعاء. وهنا علاش كيتأخر الدعاء؟ عندنا تقريبا شي 20 نقطة علاش كيتأخر الدعاء، ربما تكون هذه وحدة منهم، وربما يتأخر عليك الدعاء لوحدة منهم أو لجوج أو لثلاثة. إذن كاينين هاد لي 20 ريزون، جو بونس كو اي سون 20 سي جو مي ترومب با، علاش كيتأخر علينا الدعاء؟ هاد 20 سبب جمعهم العلماء تحت ظل حكمة الله سبحانه وتعالى. أولا، تتأخر الإجابة، تأخر الإجابة هو اختبار يحتاج إلى صبر.
هذا الاختبار شنو كيختبرنا الله؟ كيختبر الثقه ديالنا في صدر ربي. واش عندنا فريمون غيلمون الثقه في صدر ربي؟ واش عندنا اليقين بوعده؟ اذا اللي كينجح في هذه المساله ينال اجرا عظيما بلا سقف ولا حد. علاش؟ حيت صدر ربي كيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فما كيوصلش العبد لاعظم الاجر. ما يمكنش نكونوا باغيين بزاف ديال الاجر، باغيين الفردوس ونحن نتقرب الى الله سبحانه وتعالى شبرا، محاش كاع هذاك الشبر واش كنتقربوا ليه. ما يمكنش نوصلوا لاعظم الاجر الا عن طريق المشقه، الا عن طريق الحرمان، الا عن طريق التعب. اذا الحقيقه ان عدم استعجال الاجابه هو اعلى مقامات الدين. كتطلبي سيدي ربي وكتطلب سيدي ربي وما كيستجبش لك، تسنى، صبري، صبر. علاش؟ حيت انت دابا في هاد ملي كتكون كتسنى لا تستعجل، كتكون في اعلى مقامات الدين. علاش؟ لانك توري لسيدي ربي انك تفوض الامر لرب العالمين، تفوض امرك، كتدعيه ولكن تفوض امرك له في كشف هاد الشدائد. وهاد لو كومبورتمون هذا لا يصدر الا عن قوه في الدين وحسن ظن ويقين. كتاخر كذلك الاجابه النقطه الثانيه، لان تو سامبلومون لان الله قلنا هو الملك، هو الملك. فاذا كان هو الملك هو الملك، هو له التصرف بالمنع والعطاء، هو اللي يبغى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اذا فلا وجه للاعتراض عليه. ما تقولش علاش شحال هذه وانا كنطلبوا ما عطانيش. اذا كتاخر الاجابه لان اختيار صعب، خصنا الصبر وخصنا ما نستعجلوش، وثانيا لان الله سبحانه وتعالى ملك في ملكوته يفعل ما يشاء. ثم ثالثا سيدي ربي كيعطل علينا الاجابه لانه يريد ان نحقق عبوديه كامله. ما بغانيش نكونوا عبادا في الرخاء دون الشده، وفي العطاء دون المنع. خصنا ما نكونوش من هذوك الذين يعبدون الله على حرف. المساله لا غيزون الرابعه ان الله عز وجل كيقول لنا بان لا حق للمخلوق على الخالق. هو الذي خلق، هو الذي له الامر والنهي، هو اذا شاء اعطى واذا شاء منع، من غير انه مالك. هو مالك وعنده ما يعطي، قلنا هذيك في نقطه. ولكن دابا لا حق لنا في محاسبته، لا حق لنا نقول علاش ما عطانيش. هو الله سبحانه وتعالى لحكمه يمكن نعلموها يمكن نجهلوها. السبب الخامس علاش الله سبحانه وتعالى يأخر الاستجابه ديال الدعاء، انه حكيم. تو سامبلومون لا يعطي الا لحكمه ولا يمنع الا لحكمه. ويقدروا حنا نشوفوا ان العطاء فيه مصلحه ظاهره، ولكن الحكمه لا تقتضيه. وتقدر ما تبانش لينا الحكمه. مثلا واحد طلب قال خص ولا بدا هذا السيد يدير اون اوبيراسيون، حنا تتبان لنا بان ديك الاوبيراسيون علاش غيدير الاوبيراسيون. هذاك المشروط سيدي خصو تخفى علينا الحكمه في مشروط الجراح، لان حنا ماشي اطباء. وهذاك الطبيب غالبا كيكون باغي ينقذ الحياه ديال المريض، اذا فلعل هذا من ذاك. السبب السادس علاش كيتاخر علينا الاجابه في الدعاء، انه يقدر يكون هذاك الدعاء ديالنا الا تحقق فيه ضرر لنا. راه سيدي ربي كيقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. وكان واحد من السلف كي ديما كيقول يا ربي بغيت نخرج في شي غزوه، بغيت نخرج انا نحارب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بغيت نمشي انا شي غزوه، بغيت نموت في سبيل الله. دائما تيطلبها الله. قال لك واحد النهار نعس ويجي واحد الهاتف قال له انك ان غزوت اسرت وان اسرت تنصرت. شتي الا مشيتي للغزو غادي يشدوك وغادي تكون اسير، ولا كنتي اسير راه غادي تبدل لك، غتولي المصيبه ديالك في الدين ديالك كاع سي اونكور بيغ. راه ماشي غادي ترجع مقطع لك يد ولا مقطع لك رجال، لا غيمشي لك الدين. فسبحان الله العظيم شحال من مره كندعيو شي حاجه كندعيوها حنا باغينها وهي ما فيهاش خير، هي ما فيهاش خير. انا كنعرف واحد السيده كانت لمده سنين وهي والده غير البنيات، ودائما تطلب الله سبحانه وتعالى انها باغا الولد. والزوجين كيجيو كل عام كيجيو هنا المغرب كيديروا صدقات وكيديروا باغين الولد. واحد الوقيته ولات كتقول يا ربي اعطيني ولد وخا يكونني مسخوط. فاستجاب الله لها ورزقهما بابن ارهقهما طغيانا وكفرا، حتى ولات كتقول يا ربي يديه. اذا يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يقدر يكون هالدعاء سيدي ربي اخر عليك الاجابه لان ما عندكش فيه خير،
علاش السبب السابع علاش الله سبحانه وتعالى كيأخر الإجابة في الدعاء؟ أنه بغاك ترضى باختياره لك. إحنا عندما نطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى كنكونوا اختارنا، درنا قرار، اختارنا، يا سيدي ربي بغيت نخدم هذه الخدمة، يا سيدي ربي بغيت ولدي يتزوج بهذه البنت، يا سيدي ربي بغيت ولدي يدير، هذا اختيار. ولكن الله سبحانه وتعالى ما كيستجبش، الله اختار. إذا اختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا، وهذا الشيء كيريحنا إلا فهمنا هذه المسألة واستوعبناها. إلا قلت إوا صافي أسيدي ربي ما استجبتيش ليا، أنا أرضى باختيارك، اختاريتي لي أن هذه المسألة ما عنديش فيها خير وأنا عاجبني الاختيار ديالك. إذا المنع ديال أسيدي ربي راه ربما يقدر يكون عطاء، هو عطاء، وداك الشيء علاش هو لا يمنع عن بخل ولا عن عدم. راه ماشي كيمنع علينا لأنه ما عنده ما يعطينا، وماشي كيمنع علينا لأنه بخيل ما بغاش يعطينا، لا، الله سبحانه وتعالى يحبنا، فعندما يمنع عنا يختار لنا الأفضل. السبب الثامن أننا ما كنعرفوش عاقبة الأمر ديالنا، لا نعلم عاقبة أمورنا، فنقدروا نطلبوا من سيدي ربي شي حاجة اللي مثلا ماشي خير ولا ماشي، ولكن تكون ماشي شر، ولكن تقدر تكون كتضرنا، تقدر تكون كتضرنا، بحال كيما شي واحد مثلا فيه مرض السكر وتيطلب دائما دي سكري، دائما باغي ياكل هذوك لي سكري، بون ماشي هو شر في العقيده ولا شر في الدين، ولكن غادي يضرو، غادي يضرو في الجسد ديالو، غضرو. اذا الله سبحانه وتعالى حنا ما عارفينش عاقبه الامور، الله عز وجل وحده هو اللي يعلم عاقبه الامر، قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. وداكشي علاش بعض المرات رانا نسعى خلف ما يضرنا وحنا ما فاهمينش. السبب التاسع، بغاني نصدر ربي ننقطع عن الاسباب والمسببات. علاش ننقطع عن الاسباب والمسببات؟ باش يولي عندنا الصفه ديال المضطر. الله سبحانه قال ام من يجيب المضطر اذا دعاه. المضطر شكون هو؟ المضطر هو داك اللي دار فايت وانقطعت به الاسباب، ما بقى عنده حتى شي حد غيمشي ليه. المضطر مثلا الله يحفظ لي ستر واحد عنده مرض يعني عضال ومشى عند اطباء ما خلا فيه مشى وصافي، بقى له الله سبحانه خصو يجي الله عز وجل. اذا بغالي نستر بك اخر الدعاء حتى ننقطع عن الاسباب والمسببات، ونتاكدوا باننا مني غنطلبوا بمقاييس ديال الله عز وجل، ليست بمقاييس الماديه اللي هي محال. بحال بعض المرات كتسمع شي واحد فيه سرطان وكتقول ديك الله يشفيه، وانت كتقول غير من الفوق حال واش الله يشفيه، راه كاع اللي جا سرطان ما كيتشافاش. علاش؟ ممكن يجي الفرج، ممكن يجي الفرج الى صافي تسالت الاسباب. كاين هناك الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يجبر الكسر ديال شي واحد راه قادر على ان يجبر كسره بسبب او بغير سبب، بل يقدر يجبره بضد السبب. ابراهيم عليه السلام دخلوه في الزبيه وقال لها يا نار كوني بردا وسلاما، هي علتها الاحتراق، النار لا وظيفه ديالها انها كتحرق، ولكني ابطل الله سبحانه وتعالى ذلك السبب، ما بقاتش كتحرق، الله عز وجل أبطلها. السبب العاشر علاش الله سبحانه كيأخر لنا الدعاء، الفوز بمحبة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إذا أحب الله قوما ابتلاهم، والابتلاء إحنا ما حنا كندعي وإحنا مبتلين وكندعي الله يؤخر. إذا هذا أشد الناس ابتلاء الأنبياء والرسل. إذا الأنبياء والرسل ما كانش كيحبهم سيدي ربي؟ أكيد كان كيحبهم. السبب الحادي عشر في تأخير الإجابة هو أن ما نكره قد يأتي بما نحب. سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول ما يكره العبد خيرا له خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء وما يحبه يلهيه. دابا شي حاجة جاتنا خايبة كنبقاو نطلبوا سيدي ربي أنه يرفعها علينا، دونك شنو كنديروا؟ نرجعوا إلى الله بالدعاء، وكي كتجينا حاجة زوينة ربما تلهينا حتى عن الشكر لله عز وجل. السبب الثاني عشر علاش كتأخر الإجابة، أن حتى يتفقد العبد تقصيره مع الأسباب الإيمانية والدنيوية. مني كشوف هو تأخر هذا الدعاء شحال وأنا كنطلب وسط ربي ما عرفتش، يمكن تكون هذه ويمكن نكون أنا مقصر مع ربي، يمكن يكون عندي أنا خلل مع سيدي ربي. إذا أنا شنو خصني ندير؟ كيكون هذاك دافع ليا حتى أستدرك وأجبر هذاك الخلل اللي عندي في الطاعة ديالي ولا في العبادة ديالي. حيت الامتناع يقدر يكون امتناع الإجابة يقدر يكون لآفة في أنا،
ربما يكون مأكلي من حرام، ولا تكون عندي شي شبهة، ولا تكون عندي شي شهوة، ولا يكون ملبسي من حرام، لنكون قد غديت من حرام. إذا كنراجع نفسي، أو مثلا تو سامبلومون وقت الدعاء كنت كندعي وأنا غافلة. إذا حيت الدعاء بحالو بحال السهم، هذاك السهم الضعيف كيخرج من القوس ضعيف مرخي ولا يصل إلى مراده، فكيدفعك أننا نراجع الأسباب المادية والإيمانية اللي خصنا ناخذ بها. حيت ربي يمكن بهذا التأخير الدعاء يجبر به تقصيرنا. قال لك المؤمن إذا استبطأ الفرج وآنس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللوم، خصي نوض ينقض هذيك النفس اللوامة، يقول لها شنو ياك لاباس، ياك ما أنا داير شي حاجة، ياك ما فين هي طاعتي، فين هو قيامي، كي داير أنا في صلاتي، كي داير. قالوا كانوا بكري العلماء تقول لك إلا تعصرت الدابة والزوجة فانظر إلى صلاتك. السبب الثالث عشر من تأخير إجابة الدعاء أنه يقدر يكون الدعاء ديال الناس تجيب له ولم نشعر. تو سامبلومون ما شفناش الاثر ديالو في الدنيا، ما شفناش هذا الاثر ديالو في الدنيا. بحال دابا هذوك الغلامين اليتيمين كان ابوهما صالحا، قال لك بينهم وبين الاب ديالهم كان سبعه ديال الجينيراسيون، وداك ابوهما اللي كان صالح كان كيدعي مع الذريه ديالو. بحال ابراهيم عليه السلام كان كيقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، كان كيدعي مع الذريه. اذا هذاك الجد السابع الوانطا ملي ندعى شي دعاء زوين ما كانش كيعرف بان غادي يجيو حفايد 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 حفايدو، ما شافهمش، فاستجاب الله له. ربما يستجيب الله لنا ولا نرى اثر اجابته، ما كتشوفوهاش، ربما نموتوا ما نعرفوهاش، ما نعرفوش ان الله سبحانه استجاب لنا. ممكن ان الاثر نراه في الدنيا وقد يؤخر لنا الله سبحانه وتعالى الاثر والاجر الى يوم القيامه، ثم يصرف عنا السوء. ربما شي حاجه طلبناها ما عطاها لناش، او لا غيزيرفها لنا في الاخره، او لا صرف بها عنا سوءا، او لا عطانا ما يعودنا ونحن لا نشعر. اذا هذا الشيء كله ممكن يكون وحنا ما حسيناش به. ف السبب الرابع عشر يقدر يكون الدعاء ديالنا اضعف من البلاء، اضعف من البلاء. البلاء راه عنده ثلاثه المقامات، والدعاء كيكون اما اقوى من البلاء فيدفعه، ولا كيكون البلاء اضعف، كيكون الدعاء اضعف من البلاء فيصاب العبد بذلك البلاء ولكن يخففه الدعاء، واما يكون قد فيمنع كل واحد منهما صاحبه. السبب الخامس عشر اننا نكون مثلا قد سددنا طريق الاجابه بالمعاصي، اننا عصينا الله سبحانه وتعالى وسدينا على راسنا طريق الاجابه، ان الله سبحانه ما استجابش لنا لاننا نكثر كذلك من المعاصي. فاشنو الذنوب اللي يقدروا يسدوا علينا الباب ديال الدعاء؟ مثلا ان نترك الامر بالمعروف، هادو كاين فيه احاديث، او ان نترك النهي عن المنكر. حيت شي واحد كيقول لك وانا شنو غادي نقول، انا ماشي عالم، انا ما كنعرفش نهضر، غير هضر شنو هضر، غير مع وليداتك هضر، مع الاهل ديالك هضر، مع العشيره ديالك. كنقول لك راه كاينين العلماء بزاف كيدويو، وراه الله سبحانه وتعالى قال لك وذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. راه الله عز وجل احنا عارفين كلشي، الناس عارفين والمعلومه كاينه والتراكم المعرفي كاين، ولكن محتاجين ان نذكر بعضنا بعض. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، لابد أن نذكر. إذن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب لا يفطن له كثير من الناس، هو سبب كيمنع علينا الاستجابة الدعاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو إلا ما درتوهاش ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. السبب السادس عشر حتى نتعرف على الله. سيد ربي كيعطل عندنا الإجابة باش نعرفوه باسمه الحكيم، باسمه الرحمن، باسمه الرحيم، باسمه العظيم، باسمه التواب، باسمه الشكور. سبحان الله العظيم، اسماء الله عز وجل فيها الغني، فيها المانع، فيها الكريم، فيها العليم، فيها البر والرحيم. هذه أسماء كلها تستدعي متعلقات كيتبان الأحكام ديالها والآثار ديالها في الدعاء. ومني كتأخر الإجابة كتبدا انت كتقول يا جبار جبرني، يا شافي شفيني، يا كنت تعيط ليه بالاسماء ديالو. اذا هذه حكمه ديال الله سبحانه وتعالى كيأخر علينا الاستجابه.
كذلك السبب السابع عشر أن الله عز وجل يريد أن يستخرج منا أعلى مراتب عبودية القلب. شنو هي عبودية القلب عند البلاء؟ شنو هي أبرز عبادة القلب عند البلاء؟ من تكون عندنا البلاء كتكون عندنا عبودية انتظار الفرج. حنا كنتسناو الفرج، نزل علينا البلاء. دابا حنا عندنا كورونا، كنتسناو ربي يفرج علينا. هذاك الانتظار هو عبودية القلب، حسن الظن بالله كذلك من عبادات القلب. عبودية الرضا، جالسين حنا فينا البلاء وراضين الحمد لله. عبودية طول المناجاة، هذه من عبودية القلب. عبودية مراغمة الشيطان ومجاهدته، هذه تحية من عبادات القلب. ثم اللي زوينة بزاف هي عبودية الاضطرار والانكسار بين يدي الجبار. الله سبحانه وتعالى يحبنا منكسرين ومضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. السبب الثامن عشر علاش كيتأخر الدعاء، أن نتلدد بالدعاء. خصنا نذوقوه، زوين زوين أن ندعوه. قال لك سميتو واحد يحيى البكاء، كيقول كيعاود أنه رأى ربه عز وجل في المنام، فقال له يا ربي كم أدعوك ولم تجبني، قال له يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. إذن التلدد بالدعاء تهو رأى عبادة. السبب التاسع عشر إدمان الدعاء. الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نصبح مدمنين على الدعاء، يتعود لساننا بالدعاء، يداوم على الدعاء. حتى منين ما كتبقى الشدة، حتى منين تنكشفوا المحنة، حتى منين كيبان لنا الفرج، مني كنكونوا مدمنين على الدعاء كنبقاو دائما ندعيو. السبب التاسع العشرين علاش كيتأخر الدعاء، أن الله لا يمل حتى نمل. فلا يمل الله أنه يبقى يصفنا الألطاف ديالو والنعم ديالو ما دمنا نسأله، ما دام السؤال ديالنا مستمر، ما دمنا نتدلل إليه. فإذا قطعنا يقطع الله سبحانه وتعالى. إذن هذه حكمة الله في تأخير استجابة الدعاء. الحكمة التاسعة من صور حكمه أن الجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، هو الديان، وهذا اسم تهو زوين، خصنا تهو نوقف عنده. دار لنا الجزاء من جنس العمل. من تمام حكمة الله أنه أجرى هذه السنة ديال الجزاء من جنس العمل. بحال مثلا من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، من أقال نادما أقال الله عترته، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، من ضار مسلما ضار الله به، من شاق على مسلم شاق الله عليه، من خدر وهكذا، من رحم مسلما رحمه الله. إذن هذه حكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى دلنا أن الجزاء من جنس العمل. كذلك من أنفق وانفق عليه، من عفى عن حقه عفى الله عن حقه. احنا دابا غندخلوا شعبان ومازال كاين الناس مشاحنين بيناتهم، كاين مازال الناس اللي قاطعين الرحم بيناتهم. وانت تقول لها خصك تعفو كتقول لك لا ما نقدرش، دارت ليا وفعل ليا ودار ليا وترك ليا. وألا تحبون ان يغفر الله لكم؟ راه من عفى الى عفيتي راه اكيد ستخطئين في حق شي حد اخر تنتي ولا تنتا، واكيد كاع الا ما خطاتيش ستخطئين في حق الله عز وجل. الا تحب ان يغفر لك؟ ألا تحبين أن يغفر لك؟ إذن هذا شرع الله، هذا قدر الله ووحي الله وتواب الله وعقاب الله، كله قائم بهذا الأصل أن الجزاء من جنس العمل، أن يلحق الله النظير بالنظير وأن يعتبر المثل بالمثل. إذن مني كنعرفوا حكمة الحكيم كيفاش دايرة، كنعرفوا كيفاش إحنا صعيب لنا باش نعرفوا الحكمة ديالو كاملة، تغيب عنا حكمته. حيت ستري سامبل كانت هذه الحكمه غابت حتى على الملائكه اللي هم مقربون ويعبدون الله سبحانه وتعالى كيعرفوه، ومع ذلك ما فهموش. نهار اللي بغى يخلق ادم قالوا اتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا بنادم ما غيكونش مزيان. ما فهموش كاع الحكمه ديال صدر ربي من داكشي علاش قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اذا البشر احنا ما نكونوش بحال الملائكه، احنا اولى اننا ما كنفهموش كثيرا من حكمته، ولكن كلما ازددنا قربا من الحكيم كلما زاد ربنا ازدادت معرفه الله سبحانه وتعالى، يسهل لنا اننا نفهم حكمته ونستشرفها ونستدل بها ونفسرها للناس. كتبدا انت في الدعوه ديالك كتقول هذه راه من حكمه الله، حيت الحكمه ماشي بالضروره تكون باسرها معلومه للبشر،
ممكن واحد النسبه كنفهموها واحد النسبه كنجهلوها، وحسب داك اللي قلنا اللي عنده عباده التفكر وعباده التدبر وعباده النظر، هذاك يلهمه الله سبحانه وتعالى الحكمه، ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. الوجه العاشر من حكمه الله، حكمه الله في ابتلاء المؤمنين. سيدي ربي كيقول لنا بان الله عز وجل كينزل علينا ابتلاءات، من بين الابتلاءات كي ممكن نشكو، ممكن قلوبنا كتزلزل، ممكن الايمان ديالنا كينزل، ولكن ابتلاء المؤمن بحاله بحال الدواء، بحاله بحال الدواء، وتستخرج منه الادواء. هو الدواء، ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الادواء التي لو بقيت فيه لاهلكته. يعني ملي كتاخذ دواء خصك واحد لابوزولوجي باش كتخرج لك داك المرض اللي عندك. اذا هاد الابتلاء كيكثر الثواب، كيطلع الدرجه، ولكن الا بقى فينا الابتلاء بدون الا ما عمرنا ما تمتحنا، ما عمرنا امتحنا سيدي ربي، ما عمرنا ما ابتلانا، كيبقى فينا داك الامراض كلها، كتبقى فينا امراض الشهوات وامراض الشبهات. فالله سبحانه وتعالى من حكمه في ابتلائه لعباده المؤمنين، علاش كيبتلينا سيدي ربي؟ حنا شفنا شنو هي الاسباب اللي كيأخر علينا فيها الدعاء، دابا باش نشوفوا علاش سيدي ربي كيبتلينا. اولا لان الابتلاء جسر موصل الى الغايات، سي تان بون، هذاك الابتلاء هو لو بون، خصنا ولا بد ندوزو منه. قال لك الخوارق لا تحدث الا بالعبور على جسور الالام. فإلى شفنا العباد ديال سيدي ربي والصفوه ديال سيدي ربي، دوك الناس اللي غادي نلقاو بانهم كلهم ساقهم اليه سيدي ربي اترافير الابتلاء واترافير الامتحان. فبحال داك الابتلاء بحال جسر، وما يمكنش ندوزو الى الجنه الا اذا عبرنا عليه. والامتحان كيكون عبر منهج معين، فكيصوروا لنا سيدي ربي على انه امتحان وابتلاء في الظاهر ديالو، ولكن في الباطن ديالو فيه رحمه ونعمه. شحال من نعمه جسميه ومنه عظيمه كنجنيوها من الابتلاء، كنجنيوها من قطوف الابتلاء. شوفوا مريم عليه السلام ابتليت، وكانت ماذا جنت من هذا الابتلاء؟ انها اصبحت صديقه، انها اصبحت ام نبي، عين النعمه كانت هو ذاك الابتلاء ديالها. كذلك شوفوا حال ابونا ادم عليه السلام، كيفاش المحنه ديالو عندما اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه وهداه ورفعه وعلمه كلمات، فوقاش جا هادشي؟ عندما ابتلاه الله عز وجل بتلك الشجره وعصى امر ربه، فهنا كان عنده ابتلاء، وشي علاش اعترف بذنبه واصبح حتى هو كيعبد سيدي ربي، واصبح يرجع يا ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذا هذيك المحنه اللي داز بها هي اللي واخا خرجته من الجنه، لكن جعلته انه اصبح شيئا اهلت على الانسان يحن من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، ولكن اصبح شيئا مذكورا، استخلفه الله سبحانه وتعالى في الارض ووصل الى ما وصل اليه. والا كان غادي يبقى لولا داك الابتلاء كان غيبقى في الجنه وكياكل فيها وهاني وما وقع ليه حتى شي حاجه، ولكن فين هي الرفعه وفين هي الدرجه اللي غيطلعوا الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل اصطفاه واجتباه وتاب عليه وهداه ورفع منزلته باش بهذاك الابتلاء. اذا علاش الله سبحانه وتعالى كيبتلينا؟ قلنا لان الابتلاء جسر، ثم السبب الثاني لان الابتلاء هو طريقة من طرق التمكين في الأرض. الشافعي سؤل واحد، قال له يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو أن يبتلى؟ يعني بالضرة جي شي حاجة ضرو. قال له الشافعي لا يمكن الرجل حتى يبتلى، مايمكنش واحد يولي عنده هان بوفوار إلا يمكنو سيدي ربي من 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 منصب ولا من مال ولا من جاه ولا من ناس ولا من سلطة حتى يبتليه. فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم الله في الأرض. يقول الشاعر أترجو أن تسود بلا عناء
وكيف يسود ذو الدعة البخيل. ما يمكنش تكون عندنا السيادة ويكون عندنا التمكين في الأرض إلا عن طريق الابتلاء. السبب الثالث علاش كيبتلينا الله سبحانه وتعالى، أنه يريد أن يمحصنا، يريد أن يصفينا، يخلصنا من الشوائب اللي كدابز مع الإيمان، الشوائب التي تنفي عنا الإيمان أو لا تنقص عنا الإيمان، المصائب اللي كتصيب الناس في أنفسهم وفي أرزاقهم. الحكمة منها أنها كتمحصنا، كتورينا الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذا البلايا والمحن هي كواشف لما في القلوب، هي كتظهر لنا المكنونات ديال الصدور، فما كيبقاش معها الزيف ولا الدخل، هي كتصحح لنا كاع داك الغبش وداك الخلل اللي كيكون عندنا. السبب الرابع هي أن الله سبحانه وتعالى بغى لنا، بغى يستخرج منا صناعة العبودية. الله عز وجل يريد أن يستخرج عبودية العباد وذلهم وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤالهم النصر من عنده. فأبو الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يا أخي واغتنم دعوة المبتلى. شي هذاك المبتلى دعوته مستجابة. إذا صناعة العبودية في المقابل، لو أننا كنا دائما منصورين، الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في بدر وهزمهم في أحد، وكانوا دائما بقينا دائما منصورين دائما غالبين، شنو غيطرى؟ يبقى غادي ننصروا، لا بطروا ولا أشروا، ولو كان وكان دائما مقهورين دائما مغلوبين غادي يوليو ديبريمي، غادي دائما يطلع فيكم أي عدو. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى بغى يصنع لنا العبودية مرة هكا ومرة هكا، وإلا لن تقوم لنا قائمة. كذلك الأسباب أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا حتى يزيح، لإزاحة المنافقين، لإزاحة المنافقين. كيفاش غادي يزيح الله سبحانه وتعالى المنافقين؟ أن الله عز وجل بالابتلاء كيمحصنا، يقولنا كيغربلنا، فكيعرف الله عز وجل من هو المنافق منا ومن هو الصادق. السبب السابع أن الله عز وجل يريد أن يستكمل سبحانه وتعالى عبودية الضراء. كيف ما كان عبدوه في الصراء، كان عبدوه في الضراء، خصنا نعبدوه في الصراء. إذا الله سبحانه وتعالى كيبغينا نستكمل حالة العبودية، أن نعبده في حالة العافية والبلاء. الله عز وجل في كلتا الحالتين له حق علينا أن نعبده بمقتضى هذه الأحوال، ماشي بالضرورة نكونوا زوينين باش نعبدوه، ولا ماشي بالضرورة نكونوا دائما مضطرين باش نعبدوه. لأن قال لك الأبدان ديالنا لا تستقيم إلا بالحر والبرد بجوجو، ولا تستقيم البدن ديالنا إلا بالجوع والعطش، أشنية الشيء وضده، العوارض والمحن اللي هي مثلا الحر والبرد، إلا فهمنا بأن ولا بد منهم ما يمكنش نعيشوا بلا ميهم، فما غيجيناش الغم وما غيجيناش الحزن. لان باش كنعرفوا بان يفي تري شو باسكو وجربنا كان يفوزي تري فوا، وباش عرفنا شنو هو الشبع مني حيت باسكو جعنا. اذا سبحان الله، الله عز وجل بغى لنا اننا نستكمل عبوديه الله سبحانه وتعالى الذي يبتلينا ليحبنا ويبتلينا ليمحص ما في صدورنا. السبب الثامن علاش كيبتلينا، أن هذه الدار الدنيا هي دار الابتلاء، حتمية الابتلاء في هذه الدار. ما يمكنش تكونوا في الدنيا، كانوا يقولوا على العلماء جتوف كسي بيسيميست هذه المسألة، ولكن مهم هذه قولة: الدنيا دار النكد ودار الكبد، كلما حلت أو حلت وكلما أينعت نعت. يعني فوق ما كتجي حلوه كيجي شي مصيبة، فين ما كتجي كتبان لينا راه أينعت ولا تفحل شي وريضة كيجينا خبر الموت. إذن هذه الدنيا حتمية، لا ناتور ديال الدنيا هي أن فيها الابتلاء. ربي خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبتلي العباد وليمتحنهم. بحال بغيت تقول واحد عنده أن بروغرام ولله المثل الأعلى، غيقول لك شتي هذا الأستاذ راه مدخلو القراوة، شتي هذا الأستاذ راه ما تيديرش امتحان في الأخر، واش غتخدم؟ لا ما غتخدمش، غتبقى دائما متكاسل. وكما كيقول لك لا شتي هذا الأستاذ راه كيدير امتحان وكيدير امتحان صعيب وهذا وهذا وهذا، فكيتوقض بنادم. الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ إذن اللي غيقول آمنت بس ربي غادي يمتحنوا، أكيد غيمتحنوا،
باش يشوف واش هو صادق في قوله، هذيك امنت واش هو صادق فيها ولا لا. واذا كان كاذب سيرجع على عقبيه وغيهرب من الامتحان كما يفر من عذاب الله عز وجل. اما ان كان صادقا في قوله غادي يثبت ولن يزيد هذاك الابتلاء وهذاك الامتحان هذاك الامتحان الا ايمانا، الا ايمانا بالله عز وجل. اذا احنا بالنسبه لنا السبب في الابتلاء هي حتميه ابتلاء في هذا الدار. نمشيو نشوفوا البلاء عنده اقسام، الابتلاءات عندها اقسام. شنو هي اقسام الابتلاء؟ كيقول لك البلاء يصيب العبد، ما كيخرجش على هاد ربعه ديال لي كاتيجوري، اما يصيبنا في النفس او لا في المال او لا في العرض او لا في الاهل ومن نحب. وهذه المصيبه في النفس هي اشد ان هاد الانواع، هي اشد هاد المصيبه في النفس صعيبه بزاف، لان احنا عارفين بان الخلق كلهم غيموتوا، وغايه المؤمن اننا منين نجيو نموتوا نموتوا في سبيل الله، ونموتوا باننا يقبلنا الله سبحانه وتعالى ونحن نجاهد انفسنا ونحن نجاهد الشيطان ونحن نجاهد شهواتنا. وشحال هذه من كانوا الغزوات كان اقصى ما يطلبه المؤمن هو ان يستشهد في سبيل الله، وهذه كانت اشرف الموتات واسهلها. اذا غيجي شي واحد غيقول لك واه قتلوه هذاك قتلوه، انت غتقول لهم راه لعله يكون شهيد. واش واحد مثلا خارج مثلا يصلي الفجر مضي وخرج تلقاو ليه الشفاره وقتلوه شي ماشي شهيد؟ انت كتبان لك بان مصيبه، لماذا مات هذا؟ نورمالمون كل واحد يطلب انني نموت على فراشي، وراء ابو جهل مات على الفراش ديالو، ما شنو شنو كيسي لا فيدو سي ما شنو هي تموت على فراش؟ تموت الميت الذي اراد الله لك وانت تجاهد، ماشي بالضروره تجاهد بالسيف، وتجاهد تجاهد نفسك بعدها باش تنوض تصلي، وتجاهد في وليداتك وتجاهد في الاهل ديالك. اذا هذا الموت ديال الشهيد هي من ايسر الميتات وافضلها واعلاها، ولكن هذاك اللي كيهرب منها يظن بانه فار منها وما غتلقاهش. الله سبحانه وتعالى قل لن ينفعكم فرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. اذا هنا بالنسبه لنا المصيبه اذا كانت هذه المصيبه في النفس فالامر كذلك في المصيبه في المال. اللي كيكون عنده فلوس وكتجي دار جوغ لوطر كيدير فايت، هذه مصيبه. المصيبه في العرض، المصيبه في البدن. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي في عرضه، تحدثوا عن عائشه رضوان الله عليها واتهموها في عرضها في حادث الافك. اذا كذلك مثلا هذاك الذي يبخل بماله ان ينفقه في سبيل الله وفي سبيل اعلاء كلمه الله، الله سبحانه وتعالى يقدر يحيده ليه، هذا ابتلاء. والله سبحانه وتعالى يمحص ذاك النفاق ديالو، كيبان بان راك انت منافق، لان الله عز وجل قال لك انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذاك المال ديال الله. اذا الابتلاء في المال حتى هو مصيبه، هادو هما الابتلاءات اللي كيكونوا عندنا. اذا الله عز وجل كي 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 يبتلينا بشي حاجه، قال لنا في سوره البقره ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هذه انواع الابتلاءات. ايش اشنا هو الواجب ديالنا وكيفاش نقدروا نعبدوا السيد ربي باسمه الحكيم عباده وعملا؟ كيفاش؟ الواجب الاول اننا خصنا ولا بد نسلم لحكمه. احنا قبل ما ندخلوا دابا رمضان خص تكون عندنا هاد ليدوكاسيون، وهذا الاسبوع خصنا نعيشوا اننا نسلم لحكم الله، لان افعال الحكيم كما شفنا دابا في هاد المحاضره كامله راه افعاله واقواله واوامره ولا كلها خير. احنا كنا كنقولوا واحد القضيه لعله خير، لا نبدلوها، ما بقاوش نقولوا لعله خير، انه خير. لعله تفيد الشك ولكن انه خير، اي حاجه وقعت انها خير. كنعرفوا كلنا القصه ديال هذاك الحاكم اللي كان عنده واحد الوزير، فوق ما كتوقع شي حاجه خايبه في الدوله كيبقى يقول له داك الوزير ماشي مشكله، لعله خير لعله خير، فاي حاجه وقعت تيقول له لعله خير لعله خير. جا شي مره كان خارج في رحله الصيد وتقطع عليه الصبع ديالو، فقال له الوزير لعله خير وطلع عليه الدم. قال له اي حاجه كنديرها كتقول لي لعله خير، دابا مقطع عليه صبعي وكتقول لي لعله خير، ويقول ديوه للحبس. غادي نبيه الحبس الوزير كيقول لعله خير. خرج عاوتاني في واحد الرحله واحده اخرى للصيد، هما يشدوه واحد شدوه شي وحدين واحد القبائل كي عندهم العاده ديالهم انهم كيقدموا بنادم قربان للالهه ديالهم، يعني كيقتلوه كيقدموه قربان.
فجهزوه بان لهم حاكم ولا باس عليه وده جهزوه يلاه يقدموا ويلقاو ما عندوش صبر، هما يقولوا حبس الالهه ما يمكنناش نقدموا لها واحد القربان ناقص، هذا ما عندوش صبر. صافي طلقوه. جا في حالته نيشان عند هذاك الوزير قال له والحمد لله عرفتي راه شنو وقع ليا وشنو وقع ليا، ودابا عاد فهمت علاش قلتي لعله خير، راه كانوا غادي يقدموني قربان لولا ان هذاك السبع تقطع ليا. ولكن انت ملي كنتي غادي للحبس علاش كنتي كتقول لعله خير؟ قال لي لا ماشي لعله خير، راه كنت غنمشي معاك كون ما كنتش دابا في الحبس، كون كنت مشيت معاك وغايش كنت ما عندك الصبع وانا عندي الصبع غير يطلقوا انت ويشدوني انا. اذا كون حنا كنقولوا لعله، ولكن دابا من دابا خصنا نتعلموا نقولوا انه خير. افعال الحكيم واقوال الحكيم واوامر الحكيم ونواهيه كلها خير، ولو اننا جهلنا الحكمه منها. الواجب علينا ان نطمئن الى كل امر امر به الحكيم، وان ننتهي عند كل ما نهى عنه الحكيم، فلا نقدم شرعا على شرعه، لا قولا ولا عقلا ولا حكما ولا رايا. ما بقاش نقول سي با لوجيك هذه القضيه، علاش غيطلب منا الله عز الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. كيفاش نسلموا؟ حالة التسليم ديال العبد ثلاثة ديال الحوايج، إما تسليما كاملا ولا تسليما ناقصا ولا لا نسلم. ديك الساعات كنكونوا جاهلين. أشنو هو التسليم الكامل؟ أننا كنسلموا باطنا وظاهرا. طرات شي حاجة إيوا الأمر بيد الله، الله أعلم الله أعلم ونحن لا نعلم. هذا شأن التسليم الكامل الذي يسلم ظاهرا وباطنا. أما هذاك اللي كيسلم ظاهرا وفي الداخل ديالو ما عاجبوش الحال، ولكن كيسلم غير حينتاش هو إلي أوبليجي، أو ما عندي ما ندير أنا صافي الحمد لله كيقول هكا أنا ما عندي ما ندير، هذا تسليم ناقص. أما داك اللي تيبقى يقول لك لا وعلاش انا توقع لي هذه المساله وعلاش انا يوقع لي هذه المصيبه، هذا من الجهال نعوذ بالله منه. الحوايج اي حاجه ما فهمناش الحكمه ديالها نسلم امرنا فيها الى الله الحكيم، الى الله العزيز الحكيم. كل من امن بالله وباليوم الاخر يجب ان يسلم له في افعاله، ونعرف بانه حكيم ومالك وانه ما كيتفلاش سيدي ربي تعالى عما يصفون. والى احنا ما فهمناش واحد الحكمه ديال الفعل ديالو ننسب الجهل إلى أنفسنا، ما بقاش نقولوا علاش، ونسلم للحكيم المالك. فما بقاش نقولوا العقل ما تيقبلش هادي وما بليش كذا وما بليش كذا. إذا أول واجب علينا لنؤمن باسم الله الحكيم عبادة وعملة أن نسلم لحكمه. الواجب الثاني أننا نرضى بقضائه وقدره. شوف النبي الله يعقوب عليه السلام من اللي جاء الخبر بانهم راح يحجزوا ليه الابن ديالو الثاني، وكانوا ديجا مشى ليه الاول، توجه برجائه ودعائه الى الله عز وجل وكيعاود يحكي حاله. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. ويوسف عندما جمعه الله سبحانه وتعالى بوالديه والإخوة ديالو شنو قال؟ وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إذا نجي نشوف هذه الآيتين بجوج، خنشوف بأن يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام سالوا التضرع ديالهم لسيدي ربي من بعد ما حلت عليهم المصائب بجوج الأسماء العليم الحكيم. واختيار هذه الاسمين هو ملائم تماما الملائمة لهذا المقام. علاش؟ لأنه على الدلالة ديالو والمخزة ديالو، حيث أعرف الناس بالله عز وجل هم الأنبياء والرسل. وعلاش سلوا التضرع ديالهم باسم العليم الحكيم؟ لأن هاد الاسمين بجوج كيبتوا في القلب ديال المسلم الرضا والطمأنينة والتسليم لقدر الله عز وجل، وأن حتى شي حاجة في هذا الكون ما كتوقع إلا بعلم الله الشامل وبحكمته البالغة. إذن الواجب الثاني هو الرضا بقضائه وقدره. بعض المرات كنلقاو في القرآن يسبق الحكيم على العليم. علاش؟ من اللي كيكون الأمر متعلق بالجزاء وبالحكم وبالتشريع، فالله هو الحاكم. من قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك ملؤ حكيم عليم، يعني له الحكم.
هنا هو الله عز وجل هو حاكم يحكم بين عباده بالجزاء النهائي، لذلك قدم الحكيم على العليم. ومن يكون في التشريع كذلك قدم الحكمة، قالوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. إذن هنا تشريع، من يكون تشريع يقدم الله سبحانه وتعالى الحكمة على العلم، لأن التشريع حكم، فلا يشرع ولا يأمر عباده بالتزام شرعه إلا الحكيم. نشوفوا المحن، مثلا شي واحد مشدود في الحبس وكنقولوا شنو هي الحكمه من حبسه، فكنلقاو بان مثلا ابن تيميه عندما كان محبوسا قال ما فعل اعدائي بي، سجني خلوه، هو اعتبر داك السجن ديالو خلوه يطلب فيها العلم، تجويعي صيام، تصهيري قيام. إذن سبحان الله العظيم، بعض المرات كتكون شي حاجه كتبان لنا لا الحبس ولا الجوع ولا المرض، ولا كله كما قلنا من حكم الله. إذن يجب ان نرضى بقضائه وقدره، نرضى بقضائه وقدره كيف ما بغى ولو ان ما بانت لناش الحكمه منه. الواجب الثالث باش نعبدوا صدر ربي باسمه الحكيم عباده وعملا، ان نسال الله الحكمه، اطلب الله سبحانه وتعالى يا حكيم ارزقني الحكمة يا ربي، لأن الحكيم هو مالكها، هو الحكمة ديالته من صفاته، هو اللي يقدر يعطيها لنا، يعطيها لنا ونطلبها الله مع بذل الأسباب في تحصيلها. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. السعدي بن بشر حد الآية قال لك الحكمة تقدر تكون هي العلوم النافعة، هي المعارف الصائبة، هي العقول المسددة، هي الألباب الرزينة، هي إصابة الصواب في الأقوال وفي الأفعال. وهذه من أفضل العطايا اللي ممكن يعتسد ربي العبد ديالو، من أجل الهبات. داكشي علاش قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، علاش؟ لأنه خرج، هذا اللي عنده الحكمة يخرج من الجهل إلى نور الهدى، يخرج من حمق الانحراف في الأقوال وفي الأفعال إلى الإصابة والصواب، كيولي نفسه كتولي كاملة بهذا الخير العظيم، بهذا الحكمة، كيقدر ينفع الخلق بالحكمة ديالو، يقدر ينفع الخلق في الدين وفي الدنيا. الحكيم كيجمع بزاف ديال الأمور اللي لا يصلحها، وهذه الأمور لا تصلح إلا بالحكمة، حيث الحكمة كانوا يقولوا هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. إذن الحكيم كيعرف فوقاش يزيد القدام، وفوقاش يتوخر اللور، وفوقاش يقول هاد الهضره وفوقاش ما يقولش هاد الهضره، وفوقاش هاد الفئه كيفاش تكون عندهم الدعوه وهاد الفئه. اذا سبحان الله العظيم، الحكماء هم اصحاب العقول الوافيه والاحلام الكامله، هما اللي كيعرفوا النافع ويعملونه، وكيعرفوا الضار ويتركونه. فسبحان نسال الله سبحانه وتعالى ان يوتينا الحكمه، أن يوتينا الحكمة وأن يجعلنا حكماء. إذن حيث أقرب ما يتقرب إليه العبد هو أنه يوصل لعباد الله حكمة الله سبحانه وتعالى. فعلاش حيث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها للناس. كيف ندعو الله سبحانه وتعالى باسمه الحكيم مسألة وطلبا؟ أدعية كثيرة ممكن نقول له، اللهم إنا نسألك باسمك الحكيم احكم بيننا وبين القوم الظالمين، نسألك يا ربي باسمك الحكيم أن تريلنا حكمتك في المشاهد كلها حتى لا نسخط، وأن تفهمنا في سائر أوقاتنا حتى لا نجزع. اللهم إنا نسألك باسمك الحكيم أن تعلمنا حكمتك إن جهلناها، وأن تذكرنا بها عند الشدة إن نسيناها. نسألك باسمك الحكيم أن تفتح علينا أبواب حكمتك، وأن تنشر علينا أنوار الفهم عنك. نسألك يا رب باسمك الحكيم أن تخرجنا من ظلمات الوهم، وأن تكرمنا بأنوار الفهم، وأن لا تجعلنا من القوم العامين. ما هو واجباتنا وأسئلتنا ومحاسبتنا لأنفسنا كل ليلة؟ 5 ديال الأسئلة عن سور نفوسنا كل ليلة في هذا الأسبوع إن شاء الله. أول سؤال، واش هاد النهار تأملت الحكمة في الأحداث اللي دازت حولي؟ أي حدث داز
نقلب لي على شي حكمه، فهمت تبارك الله؟ ما فهمتاش غير داك لفات انني كنقلب على الحكمه، راها عباده لله سبحانه وتعالى. ثانيا، واش انا اسال الله سبحانه وتعالى؟ سالت الله في النهار كامل شحال من مره، قلت له يا ربي ارزقني الحكمه وفهمني حكمتك. ثالثا، هل استسلم لحكم الله مهما كان؟ رابعا، واش كنيأس مني كنطلب سيدي ربي وانه ما كيستجبش ليا، ام انا اتامل الحكمه من وراء ذلك؟ خامسا، واش انا احكم بين الناس بما قضى الله واحرص على تحكيم الشرع فيما يعرض لي من مشاكل، ولا كنحكم الهوى ديالي وكنحكم الاراء ديالي؟ اذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله ومن حكمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذة أميرة، محاضرة قيمة، بارك الله عليك، شامل عظيم. سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله. صوفيا، ce soir il y a pas de résumé. Ah, d'accord. Mais elle a demandé de lui envoyer la conférence pour qu'il vous fasse le résumé, certainement la semaine prochaine. Inch'Allah, bi'idhnillah. Mais franchement, vous avez vous-même résumé à la fin, c'était formidable. أحبتي في الله، باسمكم تنشكر الأستاذة سميرة على هذا المجهود القيم. Il est quand même tard et avec ça, elle a gardé le tenue jusqu'à la fin. Mais je pense qu'elle pouvait encore le garder. الحمد لله على هذا المجهود. الله يجعل ربي سبحانه وتعالى يتقبل منها ويجعلنا تشي في بزاف حسنات إن شاء الله. يا ربي آمين. شكرا جزيلا لك. ميعادنا الأسبوع المقبل إن شاء الله. ما عرفتش شنو الاسم، الاسم اللي غديرنا العام. الأسبوع المقبل خليه عاد ثاني الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأسبوع أنا شخصياً هدرت مع الأستاذة، قلت له عندي واحد اسم. أنا عندي في بالي، أنا عندي في بالي. فوالا، وبغيت فريمون جو أنفي دو لو بارتاجي معكم. إن شاء الله، بإذن الله، بإذن الله. مساء الخير جميع، أحبتي في الله، شكراً جزيلاً لكم على الحضور. ما تنساوش بأن يوم السبت، يوم الأحد عفواً، عندنا محاضرة قيمة، سون كونفيرونس سوربريز إن شاء الله. إي كونفيرونس با كوم دابيتود، فوالا، جو با دير بلوس، مفاجأة، دونك ميعادنا إن شاء الله يوم الأحد المقبل. شكرا إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.